الحياة عجائب. الفرق بين الذكر والأنثى في بابغاء الروزيلا. بابغاء الروزيلا من البابغاوات التي يصعب عليك التفرقة بين الذكر والأنثى، حيث يتشابه الذكر مع الأنثى بدرجة كبيرة، ويحتاج الأمر إلى تحليل الدي إن إي الحمض النووي. ولكن بعض العلامات التي قد توحي إليك والتي تستطيع من خلالها معرفة الفرق بين الذكر والأنثى، وذلك الأمر لن يتضح إلا بعد مرور سنة كاملة. أولا، يكون رأس الذكر كبيرا عن الأنثى نسبيا، وهذه العلامة لن تتضح إلا بعد مرور سنة كاملة. العلامة الثانية، يكون لون الذكر أزهى وأجمل وأبهى من الأنثى، أما لون الأنثى يكون باهتا، وخاصة اللون الأحمر، والخد أبيض فقط، أما الأنثى يكون لونها باهت. وحجم الرأس والجسم أيضا يكون أكبر بالنسبة للذكر. وأيضا من العلامات التي نستطيع من خلالها التفرقة بين الذكر والأنثى وجود ريش في جبهة الذكر مثل الشوشة، يعني بعض الريش كما هو واضح في الصورة، وهذا الأمر لا يتضح إلا بعد مرور سنة. وأيضا من العلامات وجود ريش أبيض في جناح الأنثى مثل بابغاء الكوكتيل كما هو واضح في الصورة، وهذه العلامات كلها لا تظهر إلا بعد مرور سنة. أما الفروق الصغيرة فيصعب عليك معرفة الفرق بين الذكر والأنثى، ويحتاج الأمر إلى تحليل الحمض النووي. وباختصار، كل هذه العلامات التي ذكرناها علامات نسبية فقط، أما تحليل الحمض النووي فهو الأمر القاطع لمعرفة الفرق بين الذكر والأنثى. نستطيع أن نعرف الذكر من الأنثى أيضا بتغريد الذكر، فالذكر نشيط أكثر من الأنثى ويتحرك بكثرة كما أنه يغرد بكثرة بخلاف الأنثى، وكل هذه الأمور علامات تقديرية.